سؤال أخير عن مواجهة اليابان في النهاية، مباراة ستكون مختلفة عن كل المواجهات التي خضتموها. أكيد راح تكون أصعب مباراة في البطولة. إن شاء الله نتمنى التوفيق فيها. عندنا يومين إن شاء الله للاستعداد لمباراة اليابان. أعتقد اليوم من حقنا نفرح ونستانس ليل في الليل، من بكرة إن شاء الله يبدأ التفكير في النهائي الحلو إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عفوا الحزن. عفوا.